بس استنى قبل ما نروح للقلب ونقول القلب بيعمل ايه، يبقى الخطوه الثانيه ايه؟ الاولى كانت التسليم، الخطوه الثانيه ايه؟ لا تتسرع في اتخاذ القرار، امنح العقلين فرصه يروحوا للقلب. ايه ده؟ يعني اعمل ايه؟ عشان كده النبي كان بيقول لك لما يغضب واحد فيكم يروح يتوضى. استنى شويه، عشان كده النبي يقول لك لما يغضب واحد فيكم يغير مكانه، ما تاخدش القرار على طول، دي الخطوه الثانيه. عشان كده اتعلمت حاجه في الدنيا، انا شخصيا اتعلمتها، لما حد يديني تليفون ويضغط عليا ان انا اخد قرار اقول له كلمني كمان ساعتين، هرد عليك بكره. لا يا دكتور لازم ترد عليا دلوقتي، انا اسف هكلمك كمان ساعه. لا اوعى اوعى تقع في الوقعه دي، لو سبتهم هما الاثنين لوحدهم هيلخبطوا. لا هرد عليك، طب سيبني شويه. اصل انا جالي موقف بس لازم اروح اعمل داخل الحمام اي حاجه. اوعى تستجيب. هنروح للخطوه الثالثه والرابعه بس بعد ما نفهم الحته دي. هيروحوا هما الاثنين لفين؟ القلب. اشمعنى القلب؟ جيمس كير بيقول لك انتوا فاهمين غلط، مين قال لكم ان القلب ده بتاع العواطف وبس، او زي ما علي قال منحاز للعاطفي؟ بيقول لك القلب ده خلطه الفكر مع الوجدان. الوجدان، الوجدان اللي هو المشاعر. الوجدان، كلمة الوجدان دي يعني عميقة يمكن أكتر من نفسه. فخلطة القلب مع الوجدان دي شغلة القلب، شغلة القلب إنه يحكم ويوزن بين الفكر وبين المشاعر، حط الاتنين على بعض. إيه ده؟ طب وهو الإسلام بيقول كده؟ طبعا الإسلام بيقول لك فقه العقل اللي هو 1+1=2 غير فقه القلب، خلطة وزنة. القرآن بيقول كده، لهم قلوب لا يفقهون بها، المفروض لهم عقول لا يفقهون بها. ولما واحد راح للنبي بيستفتي النبي قال استفتي قلبك، مع أنه كان المفروض يقول له استفتي إيه؟ عقلك. ولما شاب راح للنبي وبيقول للنبي ائذن لي في الزنا يا رسول الله، بص الترتيب اللي هيعمله معاه النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة النبي حط إيده على قلبه، وبعدين قام قايل له بص النبي هيعمل إيه؟ هيعمل ايه؟ عاطفي. اترضاه لامك؟ اترضاه لعمتك؟ اترضاه لخالتك؟ قال لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يرضون لامهاتهم وعماتهم وخالاتهم ما لا ترضاه انت لامك وخالتك وعمتك. شفت؟ ثم ظل يمسح على قلبه. شفتوا الخلطه؟ على فكره الإسلام بيقول كده والعلم بيقول كده، وبدأت أفلام في السينما العالمية تطلع كده. عشان كده في فيلم في السينما العالمية ادخل اعمل سيرش عليه اسمه انترستيلر. الفيلم إن البطل والبطلة الأرض بتنتهي وخلاص، ولازم يدوروا على كوكب تاني يروحوا له. فالولد بيقول بالعلم لازم نروح للكوكب دي، بالعقل 1+2=4. تقوم البنت تقول له بس أنا إحساسي ووجداني بيقول لي مع شوية علم وشوية عقل إن الكوكب ده، ويطلع إن كلام البنت هي الصح، عشان رسالة الفيلم في الآخر الموضوع ما بيشتغلش بالعقل لوحده، أنت محتاج القلب جنب العقل. طب والقلب هيحكم إزاي؟ أم قايل لك القلب ده جهاز حساس قوي، لازم يبقى درجة نقاوته عالية قوي 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 عشان يقدر يوزن وياخد القرار. مش هيعرف. يقول النبي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يا رسول ده كلامك بالظبط، لازم يبقى نقي عشان تقدر توزن. طب والقلب يبقى نقي إزاي؟ الخطوة الثالثة والرابعة. الأولى تسليم، التانية لا تتسرع في اتخاذ القرار، التالتة ازاي يبقى القلب قادر يحكم؟ قالك محتاج القلب، ده جيمس كير، محتاج يهدأ خالص، مديتيشن الذكر، محتاج هو عنده المديتيشن ان انت تعمل تصفية ومايندفولنس، تعمل تصفية لنفسك. هي عندنا ذكر الله. ذكر الله بيعمل ايه؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، بيحيي القلب فتبقى نقاوته عالية فيقدر يحكم. دي الحاجة الأولانية. يبقى دي النقطة الثالثة، ذكر الله. عندهم سموها المديتيشن، وعشان كده عمال أقول لكم الذكر 20 دقيقة كل يوم عشان توصل لتصفية النفس. يبقى الخطوة الثالثة ذكر الله. الخطوة الرابعة والأخيرة، قال لك جيمس كير علشان يقدر كمان القلب يحكم محتاج استشارة، عشان يسمع من براه استشير حد براك. أربع خطوات. 1 تسليم،
اثنين لا تتسرع في اتخاذ القرار عشان يوصل القرار عشان يروح العقل المنطقي والعاطفي للقلب يحكم. ثلاثة عشان القلب يقدر يحكم محتاج ذكر عشان يصفو ويتنقى كل يوم. أربعة استشير حد من بره القلب عشان القلب يسمع منه مع العقلين يوصلوا القرار.